السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. اليوم سوف نتعرف على التشكيلة المتوقعة للنادي الكتالوني نادي برشلونة في قمة دوري أبطال أوروبا للجولة الثالثة من دور المجموعات. المباراة سوف تجمع بين الكبير الإسباني نادي برشلونة والنادي الإيطالي نادي إنتر ميلان في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات. في هذا الفيديو سوف نتعرف على التشكيلة المتوقعة للمدرب الإسباني تشافي هرنانديز ولنادي برشلونة في مباراة الغد. وقبل البداية في التفاصيل، أتمنى منك لازم الاشتراك، لايك للفيديو وشارك كل جديد، ونبدأ على في التفاصيل والتعرف على تشكيلات الكاتالان. التشكيلة فهي كالآتي: حارس المرمى طبعا فهو الحارس الأساسي، الحارس الألماني تير شتيغن سوف يكون في حارس المرمى. خط الدفاع لدينا الظهير الأيمن سيرجيو روبرتو، والظهير الأيسر فهو ماركو ألونسو، فيما قلب دفاعية اللاعب الدنماركي كريستنسن والإسباني إيريك غارسيا. في وسط ميدان لدينا اللاعب سيرجي بوسكيت والإيفواري فرانكيسي والشاب الصغير المايسترو بيدري. في خط المقدمة خط الهجوم بقيادة برازيليا رافينيا في الرواق الأيمن، الفرنسي عثمان ديمبيلي في الرواق الأيسر، والقناص البولندي ليفاندوسكي في مركز رأس الحربة. طبعا برشلونة يعاني من إصابات كثيرة وغيابات كثيرة عن اللقاء، أبرزها كوندي أروخو وكذلك ديونغ بسبب الإصابة، وكذلك مارفيس ديباي بسبب الإصابة. هناك إصابات كثيرة في خط الدفاع وفي وسط الميدان لنادي الكتالوني، وهذه هي التشكيلة المتوقعة للنادي الكتالوني ضد نادي إنتر. البارسا بعدما لعب جولتين فاز في المباراة الأولى وخسر في المباراة الثانية أمام تحدي صعب وتحدي قوي ضد الفريق الإيطالي نادي إنتر الذي فاز في مباراة وحيدة وخسر مباراة وحيدة كذلك مثل برشلونة. وهذا هو كل شيء مدني بخصوص التشكيلة المتوقعة لنادي برشلونة ضد انتر ميلان في الدوري ابطال اوروبا. فلا تنسى الاشتراك ولايك للفيديو لكل جديد، وشكرا للمتابعة والى اللقاء.